ورحمة الله، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في تمام الصحة والعافية. اليوم جيت نحضر معكم واحد الحلوة فرنسية مشهورة اللي سميتها فاغ بغوتون، كتجي رائعة. هي حلوة او كاسترد كيتم في الفران، كتجي رائعة بزاف. الان جزو المقادير. عندي هنا 4 البيضات، عندي هنا نصف لتر حليب، عندي 100 غرام سكر سنيدة ما يعادل كاس لارو، عندي كذلك 100 غرام ديال الدقيق اللي كاس ما عمرش، عندي قبصة ملح، عندي ملعقة صغيرة فانيليا، الا ما تفرش لكم ديروا ساشية، عندي ملعقة كبيرة زبدة. الان ندوزو لطريقة التحضير. اللي غندير في كاسرونة هاد نصف لتر حليب مع هذا مع ملعقة زبدة وفانيليا، ونخليهم حتى يطبخوا. انا غنجيب الكاسرونة، غنديروا اول حاجة بسم الله، وغندير غندير الفانيليا، غندير هذيك الملعقة ديال الزبدة، غنديرهم فوق النار، عاد ندوز نقاد الخليط الاخر. الان غادي نجيب واحد الاناء اللي غندير فيه دوك 4 البيضات. الا كان عندكم البيض كبير ديروا غير 3، انا عندي متوسط فدرت 4. هاد الحلوه كتجي رائعه المذاق وسهله التحضير. غندير واحد القبصة الملح، وغندير داك سكر سنيدة، وغنطربهم دابا شوية كيف الطرب اليدوي، غنطربهم حتى تذوب هاديك سنيدة. من بعد ما دبت معنا ديك سنيدة غادي نبقى نزيف الدقيق. بسم الله، انا عندي هنا مغربل كنخلو وكنحركو، ملي نكملو غنحطو على جنب، وغادي نمشي نشوفو داك الحليب غير كيبدا يغلي، وكنطفيو عليه، كنخليوه غير شوية يدفى من هي ديك السخونية الأولى، وكنبداو نخويو على هاد الخليط ديال الدقيق والبيض والسنيدة. هانتوما شفتو كيفاش كيجي الخليط، غنخويو الآن غادي نحطو على جنب، وغادي نمشيو نشوفو الحليب اللي فوق النار. الان الحليب بعد ما غلا وديك الزبده كتذابت، نبقاو نحركو هكا حتى كذوب مزيان، باقي لها واحد شويه. وحتى كنشوفوه من الجناب هكا بدا كيجي بديك الغليه، عاد من بعد كنطفيو عليه. الريحة ديال الحليب مع الفانيلا كتجي رائعة. هاد الحلوة كتجي زوينة بزاف وسهلة ودغيا كطيب، كتجي من الفوق بحال ديك القشرة ديال الكيكة، ومن الوسط كيجي بحال الكريمي، كتجي زوينة بزاف. نتمنى انكم تتبعوا معايا المقادير وتجربوها ان شاء الله. مفيهاش حتى المقادير بزاف كيفما كتشوفوا، من الجناب بدا كيجي بديك الغليه. دابا غادي نطفي عليه وندوز باش غادي نخويه فوق الخليط ديال البيض والسنيده والدقيق. الان غادي نجيبو هذاك الاناء اللي درنا فيه البيض، ايوا غادي نبقى نزيف عليه هذا الخليط،
وانا كنحرك وما كنخويش دفعه واحده، كنخوي شويه بشويه بسم الله باش ما كيتعبش لينا البيض، كيتعبش لي خصك شويه شويه بشويه. انا كنخلط وما كتخويو هذاك الخليط اللي في الكاسرونه، وفي نفس الوقت كتحركو باش الخليط هذاك البيض ما كيتصيبش، لان الحليب راه كي كنحيدوه فوق البوطه راه كنخليوه تقريبا واحد دقيقه غير ما يحيد هذاك البخار منه، وكنبقاو نخويو وكنطيبو وكنحركو عفوا كنبقاو نحركو في الخليط. دابا غادي نطرفو هذا الخليط على جنب وغادي ندوزو باش نوجدو الحشوه اللي كنديرو من وسط هاد الكاسترد اولا الحلوه. والان الحشوه باش غادي نحشيو هاد الكيكه، عندي هنا ربع كاس من عصير الليمون، عندي نصف كاس من الزبيب، عندي ثلاثه المعالق كبار ديال سكر سنيده، وعندي جوج بنانات هنا عندي هادو صغار، ولا كانت شي وحده كبيره ديروا غير وحده كبيره. الان غندوزو باش نقطعوا هاد الموزات نقطعوا دوائر، وغادي ناخذ واحد المقلاة اللي غادي نديرو فيها هذاك السكر سنيده وعصير البرتقال حتى كيذوبوا، حتى كتذوب ديك سنيده كنضيفوا عليهم هذا الزبيب وكنضيفوا عليهم هذه الموزه حتى هي حتى كيتعسلوا، وكنطفيو عليهم. ومن اللي غنديروا في القاع ديال المول وغادي نخويو عليهم هذاك الخليط ديال هذيك الحليوه. هو الوصفه الاصليه ديال هاد فاغ بوطون هو المشمش المجفف او الخوخ المجفف، هما اللي كيديروا في هاد الوصفه الاصليه، ولكن الا ما توفرش المشمش او الخوخ فكديري غير البنان او الزبيب، ولا توفر لك الزبيب الكحل حتى هو ديريه. انا توفر لي غير هاد الزبيب فراه كاع كيجيو زوينين. الان غادي ندوز ناخذ واحد المقيله اللي غندير فيها هاد السكر سنيده على النار، ومن بعد نرجع لكم. الان درت المقيله فوق البوطه تسخن وغنضيف عليها داك سكر سنيده، وغنضيف عليها هاد الليمون هاد عصير البرتقال تقريبا واحد ربع كاس، ولا ما كنتوش بغيتو تعسلو هاد البنان والزبيب ماشي مهم، وانما هو كيعطي واحد اللذه زوينه، كيعطي واحد البنه رائعه. الان غادي نضيف داك البنان بسم الله، واخا غنكون طولت عليكم الفيديو ولكن بغيتكم تشوفوا جميع المراحل. بغيتكم تشوفوا جميع المراحل ديال هاد الحليوه. الان غنخليهم هكا يتعسلوا في وسط هاد الليمون سكر سنيده وحنا كنحركو، كما كتشوفوا هو تعسل تعسل هذاك الزبيب، واللي ما بغاش الحلاوه بزاف يديري واحد جوج معالق ديال سنيده في هذا اللي بغى ينقص الحلاوه. نتوما دابا غادي نطفيو عليه النار وغادي ندوزو باش نشعل الفران وعاد نبدا نقد في هاد الحليوه. الان عندي هنايا المول، اي مول بغيتو، درت هذا المول ديال الزاج الكبير، دهنتو بالزبده مزيان ودرت عليه واحد ورق الطبخ وعاود دهنتو مزيان بالزبده باش ما تلصقش لينا هاد الحليوه. الان غنخليه وغندير عليه ندير هاد الشيء هنايا هاد الزبده هاد الزبيب و البنان هنايا، عاد كنخلو عليه الخليط
جيب هذاك الحليب و سنيده والبيض هكا كتوزعوا على قاع ديال المول. الان بعد ما كملت ودرت هذاك الموز والزبيب، دابا غادي نخوي الخليط. غنجيب واحد المغرفه باش غادي نخوي هكا من فوقه، وراني سخنت الفران، راه ماكسيموم عندك تقريبا واحد 15 دقيقه حتى 20 دقيقه وكيتب كتب هاد الحليوه كتعطلش في الطياب. غادي نخلوها حتى كتب وكنرجع معكم. والحليوه بعد ما كنخرجوها من الفران حاجه طبيعيه انها كديفورما شويه، لحقاش ما فيهاش لا خماره لا والو، وغتبقى تفش حتى كيتقاد السطح ديالها كما كتشوفوا. شوفوا راهي طايبه. انا درت واحد الكيردون حتى خرج ليا ناشف. دابا غادي نمشي باش نديرها في طبق التقديم ونرجع لكم. الان بعد ما درناها في طبق التقديم كيف ما كتشوفوا راهي كتبرد وكيرجع كترجع الفورما ديالها عادي. دابا غادي نرشوها بواحد شويه ديال السكر ثقيل، سكر كلاصي هكا، التزيين اللي بغيتو. الا بغيت تخليوها غير هكاك راه كتجي واحد التحليه زوينه وحلوه، ولا كتجي رائعه الصراحه. تقدروا ديروها كلوليداتكم في الفطور اولا في رمضان ان شاء الله راهو على الابواب، ديروها كالسحور راه مفيده زوينه، فيها الزبيب فيها البنان فيها حاجات زوينين، لان ما فيهاش شي حاجه اللي خايبه وسهله كيف ما قلت لكم التحضير. والان ندوزو نضفو هنايا ونعود نرجعو معكم. وحليبتنا هي بعد ما زيناها بواحد الريقه ديال النعناع ورشينا عليها سكر كلاصي راه كتجي رائعه. كنتمنى انكم تجربوها وتبارطاجوها مع الاصدقاء والحباب، وتدعموني بلي لايك وبلي اشتراك وبتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالي. وشكرا وبالصحه والراحه.